أحسن الله إليكم. هذه السائلة من الحديدة اليمن، فراعين تقول: منذ سنوات لم أخرج زكاة الفطر عني وعن أولادي، وأنا امرأة لا أعلم لمن أخرج هذه الزكاة ولا كيف ولا كم هي، فماذا علي الآن؟ الزكاة باقية في ذمة من تجب عليه، فإذا لم يخرجها في وقتها فإنها دين يبقى في ذمته، فيخرجها قضاء، فيجب عليه في إخراج صدقة الفطر قضاء عنك وعن أولادك. نعم.